كلمت يا كابتن ابراهيم قلت يعني كان اولى للنادي الاهلي ان يبحث على مهاجم. بالفعل يمكن من ضمن انفراداتنا النهارده ان ابو بكر تراوري لاعب الاتحاد المونستيري ومعانا اهداف ليه، ده اول حاجه ستحسم مع كولر عقب عودته من الامارات من ابو ظبي. في اكتر من 6 مهاجمين استقرت عليهم لجنه التخطيط ولكن ابرزهم ابو بكر تراوري، ويمكن عندنا اهداف لابو بكر تراوري ومطلوب على فكره في السعوديه بقوه ومطلوب في اكتر من مكان، وجايب وسنه صغير 24 سنه وجايب 10 اهداف وهداف الدوري وعامل شغل هايل. ده ربما يكون، ربما لان انا دقيق، ربما يكون البديل الاقرب لموديست. ما هو كابتن هو يعني الناس كلها مقتنعه ان انت النادي الاهلي لازم يكون عنده فروض قوي ليه باسم نادي الاهلي، بس انت هتفتح قضيه كبيره جدا يعني. انا موديست جايبه من شهرين، النهارده يبقى البديل ليه خلاص بقى طلعت بطيخه قرع هنعمل له ايه بقى؟ لا بس هقول لك انا بس مع المغربي يخلص هقول لك انا الموضوع بتاع مودريتس ايه بس لما يخلص ابراهيم رايه ان دي هتفتح مشكله كبيره جوه النادي الاهلي. لكن كفنيا انت اكيد محتاج مهاجم قوي ليه باسم النادي الاهلي. انت كابتن احمد قال من شويه ان انت لو عندك مهاجم اهو ده بس ابو بكر او با بكر تراوري، وده مجموعه من الاهداف اخترناها عشان الاهلاويه بس يعرفوا. يعني في النهايه الفيديوهات لا تعبر التوفيق من عند الله، ولكن جامد موضوع الفيديو يا كابتن جامد دي لازم الناس تكون. انا الفيديوهات دي كرهتها اصلا لان كل ما اشتري حاجه اونلاين بتطلع مضروبه. اه والله موضوع الفيديوهات ده انا بروح دافع الشحن وارجع الشحن. هو انا النهارده لما اجي اعمل فيديو لنفسي مش هجيب لقطه وحشه اكيد يعني، انا بجيب احسن لقطات ليا على هدف رهيبه ده. بس لازم برضه اتابعه يا كابتن. ما انت النهارده هو اللي يجي يدخل على اليوتيوب يكتب مودست ممكن يجيب له اهداف عالميه في كل مكان. حتى النهارده دلوقتي الحقيقي قبل ما يبقى فرد نايمه اللي بتتابع او اللجنه اللي النادي الاهلي حاططها تتابع اللعيب لازم بتشوف له ماتش واثنين وحالته الفنيه في الوقت اللي احنا فيه ده، هل هيليق بنادي الاهلي واسلوب لعبه او لا. فاعتقد النادي الاهلي اكيد مش يعني مش هيغلط تاني غلطه مودست والاختيارات اللي جايه من الدوري. هو في النهايه يا كابتن ان ده احنا بنقول ضمن اربعه ولكن ربما يكون الاقرب طريقه اللعب يا كابتن يعني فيها مودست يا كابتن في نقطه ايجابيه النهارده. مش عيب، مش من العيب ان انا لما كنا جبت صفقه والصفقه مش ناجحه معايا ان انا مش افضل اكابر واقول لا اخليه عشان انت مصروف في كذا ماشي. بس احنا ادونا رايكم في تراوري بس يا جماعه، ادونا رايكم خلاص يا عم، طلع صفقه مضروبه وهيمشي يا كابتن ابراهيم. ادينا رايك في اللي جاي، سيبك من اللي راح. اتفضل يا ابو مسلم كيف مودست. انا عندي كواليس اقول لك عليها بتاعت موضوع مودست عشان تبقى انت عارف يعني. اقول لك بس قبل ما نسيب تراوري بس اعمل احصائيه انا يمكن انا دخلت بنفسي ادور عليها. 24 سنه، مواليد 14 ديسمبر 99، عقده مع ناديه ينتهي 25، الاتحاد المنستيري التونسي، هداف الدوري التونسي برصيد 10 اهداف من اصل 9 مباريات، قيمته التسويقيه 500,000 يورو، وانا دي اللي كنت بدور عليها لانك انت ما عندكش اكتر من كده كفلوس، يعني مش قادر تعلى انك تجيب مهاجم صريح بمبالغ كبيره. انت جايب من استبكام مليون ونص ما اعرفش. بس القدم المفضله لليسرى بيقولوا 190 سنتي، لعب مباراتين مع منتخب مالي الاول ومطلوب في اكتر من فريق سعودي. هو ده من ضمن الناس المرشحه خلي بالك. هو في ناس مرشحه ضمن اربعه. هو بس موضوع الكواليس بتاعت كابتن الخطيب مع مارسيلو كولر قبل ما يسافروا حتى اليابان، لجنه الكوره كانت عايزه تمشي مودرس يعني، قالت له خلاص في الثلاثه اللي هو هيمشي. فكولر قال لهم لا، قال لهم هاتوا لي الاول وبعد كده نمشي مين؟ اشوف الاول اشوف الاول البديل. وثاني حاجه عنده بطوله انا مراهن عليه. عشان كده بص انا دقيق قلت ايه؟ قلت في اربع مهاجمين هيعتكف عليهم. قال لك انا عندي بطوله، عندي بطوله بتاعت اللي هي كاس العالم اللي هي الانديه ديت، وبعد كده نبص عليه. حظ الوحش اللي الموضوع ايه؟ ما هو قال لك كل حاجه هو منحوس. ايوه قعد معاه تاني. لعبت في اوروبا، هو احنا امتى هنشوف ان هل اللعيب ده ينافي النادي الاهلي وطريقه اللعب؟ الحاجات دي لازم ازاي احنا مش شغالين؟ انا بقول لك بقى انا لسه جاي لك نادي بقيمه النادي الاهلي ازاي؟ فقعدوا معاه زي ما بقول لك زي ما بنتكلم عليه كده، قالوا له خلاص الموضوع خلاص راجع. قال لهم خلاص انا مش هسيب دوت الا لما اشوف الاحسن منه. النقطه بقى كمان بقى التانيه، هو انا لو شافني احسن منه. ما احنا هنتكلم كلنا احسن منه، احنا بس بنتكلم في مشكله. يا كابتن عبد الناصر دلوقتي انا بتكلم وقلت معاك قبل كده لازم الناس في مصر او الفرق الكبيره عندهم مدير رياضي او عندهم لجنه سكاوتنج اللي هي تبتدي تجيب اللعيبه. مش هتجيب اللعيب كده بالسي دي. لو انت هتجيب سي دي هنجيب ابراهيم من 20 سنه وانا من 20 سنه نفضل نلعب الكوره واقفه على بقنا. تمام الموضوع ازاي؟
لازم اجيب دلوقتي الترانسفير زي ما انت جبت كده اخر حاجه ايه سعره كام ده كله هياخد 10 دقايق. تاني حاجه اشوفه في الملعب ما ينفعش اجيب كده على الملعب. لازم المنبر. لازم الملعب. هو انا اجيب واحد مش قادر يلف ما عندوش مرونه ولا عنده ثقه ولا حاجه. هو احد اربعه كولر هيحسم معلومه مهمه ودقيقه قالها الكابتن احمد ابو مسلم. الراجل قال لك اقعد مع موديست لما اشوف الافضل منه لانه هو من وجهه نظره انه كويس ولكن عايز مباريات كتيره وعايز يخس وخلي بالك كمان بعد كده والاهلي عليه 80,000 دولار قال لك لو مشيت اخدهم كاملين فده هياخد هياخد عقده كامل. ايوه هياخد هياخد مليون مليون ونص شوف مليون ونص هياخد رقم كبير جدا مليون ونص يورو بقول لك 800,000 دولار. ايوه هو انت انت اللي سايبني يا باشا ما هم عايزين يوصلوهم ل 200 ولا حاجه وانت كده مش هيسيب لك 200 ده فرنساوي بيخلص على معاه يعني معاش هو اه جاي يشطب. طيب من ضمن انفراداتنا النهارده برضه مستمرين معاها الكابتن كده بيتكلم على اليو ديانج انك انت تستفيد بيه للاخر. طيب الكاس القطريه والصحف القطرية أكدت أن قطر القطري يقترب. الجديد بعيد عن الصحف القطرية وزمايلنا هناك أن احنا سألنا النادي الأهلي وكيل أليو ديانج اتكلم مع الإدارة قالوا له ما عندناش أي مشكلة أنه يمشي في يناير ولكن المبلغ كام؟ الأهلي يتمنى أن يصل إلى رقم 8 مليون دولار يا كده. ما فيش مشكلة أن أنا مش ضد أن أنا أسوق وأجيب لعيب ابيعه واجيب بيه اتنين بقى مكانه اتنين تلاته مفيش ما عنديش مشكله في الكلام ده. انا مشكلتي كلها مع ديانج او مع كولر بالنسبه لديانج انك بقالك فتره كبيره حتى ما بنتكلمش في الاسابيع الاخيره بس احنا بنتكلم بقالنا فتره كبيره ديانج مش على موجود. فكره الاهلي عمل ده مع ديانج وانا في قطر الاهلي عمل ده مع ديانج وانا في قطر بتفرج على كاس العالم للانديه اللي الاهلي خد فيه تالت على حساب بالمراس وكنت موجود في قطر والاهلي بالاتفاق وقتها مع موسيماني قالوا ما يلعبش في البطوله علشان امور تسويقيه ونفس الوضع انا بقول لك معلومه بنفرد بيها وباكدها لامور تسويقيه لا صعب الاداره مع المدير الفني. انا كابتن عندي بطوله كاس العالم للانديه واروح نهائي وابقى محتاج لعيب اقول عشان امور تسويقيه النادي الاهلي في فتره طب هو الاهلي جاب له 10 مليون يا كابتن ابراهيم. لا كابتن ابراهيم تاثر الاهلي كابتن لا لا كابتن امور تسويقيه امور تسويقيه النادي هل من الامور من الافضل تسويقيا من الافضل تسويقيا انه يكون بيلعب لحد اخر وقت يا اخي ديروا لي الاداره يا جماعه اذا لو وصل لل 8 مليون دولار هيمشي هو بدل ما لعبش عشان تبقى تعرف يا كابتن كيتا يبقى في مشكله بس انت فاهم لا في مشكله لو في مشكله او لا اللاعب اتلوى على الاهلي الفتره اللي فاتت وابو مسلم عارف اتلوى انت ترضى لاعب يتلوى على الاداره كابتن بس ثاني حاجه خلي بالك السعر السعر هو النادي الاهلي طالب سعر هو عايز يقلل السعر هو عايز يمشي بخمسه ايوه الاهلي مصمم يوصل ل8 ايوه بس هو كده النقطه وبدا يتلائم اليو ديانج خلي بالك انا عارف بقول لك ايه او وكيله بيتلائم بس مش النادي الاهلي اللي اتعامل معاه كده بصراحه لا طيب. هو دلوقتي بالنسبه له هو بالنسبه له لا هو الموقف ده بيحصل على فكره بس انت خلي بالك الافارقه الافارقه برضك المبدا ده صعب شويه لو جاله حاجه عاليه مرتين ثلاثه هيروح سايب الاهلي طب عندنا دوري المحترفين ده بس